زميلنا كريم احمد كالعاده دايما بيتواجد مع بعثه فريق النادي الاهلي في اللحظات الاخيره واللحظات الحاسمه سواء في دوري الابطال او كاس العالم للانديه، ودايما بتفائل لما بيكون معايا في الحلقات اللي بيكون فيها الساعات الاخيره قبل المباراه. عشنا الاجواء دي قبل كده في المغرب مع كاس العالم، عشنا الاجواء دي حتى في النهائي دوري الابطال لما كان اتلعب في اهلي وزمالك 2020، والنهارده موعدنا مع مباراه الاهلي والترجي التونسي. كريم مساء الفل، وبالطبع انت عندك بقى خبرات كبيره وعديده من مثل هذه الاحداث، ولكن ابدا معاك كده بكلمتين تطمنا على الفريق والاخبار عندك والاجواء في تونس النهارده باذن الله. الاول في البدايه طبعا كل التحيه والتقدير ليك زميلي العزيز محمد سعيد، بوجه لك الشكر بالتاكيد طبعا، وان شاء الله باذن الله بنتمنى كل التوفيق لفريقنا، للجهاز الفني، للاعبين، الكل اجتهد يا محمد بشكل كبير جدا خلال الايام الماضيه وتحديدا كمان منذ وصولنا هنا الى تونس. حاله جديه كبيره، حاله تركيز، معنويات مرتفعه، الكل بيركز بشكل كبير جدا في التدريبات، احترام المنافس امر مهم جدا، الحذر موجود، الحرص موجود، مستر كولر قايم بدور فني كبير جدا من خلال التحليلات، المحاضرات الفنيه، الجلسات الثنائيه والجماعيه. كباتن فريق النادي الاهلي اللاعبين الكبار قايمين بدور عظيم، كتيبه متكامله محمد، الكل بيجتهد عشان يسعد كل جمهور النادي الاهلي النهارده ان شاء الله في 90 دقيقه. بنتمنى كل التوفيق لفرقتنا، لكن بشكل عام لاعبتنا مركزه بشكل كبير جدا، اكدنا في كل اللينكات الحقيقه خلال الايام الماضيه على وجود القيمه الكبيره للكابتن محمود الخطيب على راس البعثه، والحث الكبير جدا والكلمات واللمسات والنظرات البسيطه اللي بتكون واصله لاعيبه النادي الاهلي بشكل كبير في هذه المباراه الحاسمه اللي بتحتاج كل جهد وكل دعم من مجلس اداره النادي الاهلي وتحديدا كمان الكابتن محمود الخطيب. لكن بشكل عام محمد الامور طيبه جدا بالنسبه للترتيبات، بالنسبه للتنقلات، بالنسبه لفندق الاقامه، الملعب للتدريب، لكن طبعا هنطمن الاول كل جمهور وهنتكلم معاك باستفاضه على طبعا الاحداث اللي كانت في تدريب الامس والتدريب الاخير اللي كان اللي يعتبر التدريب الرئيسي للفريق للنادي الاهلي. لكن بشكل عام النهارده عايز اطمنك واطمن كل جمهورنا على اليوم ماشي ازاي بالنسبه لفرقتنا في برنامج الحقيقه موضوع من اول يوم هنا، اختلاف الساعة شوية، يمكن تعرف ساعتين فرق تونس عن القاهرة، بيكون الساعة 6 الساعة 8 بيكون في القاهرة، فيمكن تم وضع برنامج على ان يكون 11 صباحا النهاردة كان وجبة افطار لاعبي النادي الاهلي، الغدا النهاردة الساعة 4 عصرا، من بعدها تكون المحاضرة الفنية الاخيرة هنا في فندق الاقامة 5:15. يمكن بنقول كل التوقيتات طبعا بتوقيت تونس 5:15 المحاضره الفنيه الاخيره هنا في فندق الاقامه. الراجل بياكد على امور عديده جدا، لعبتنا يمكن عارفه قيمه هذه المباراه ومش محتاجه ان هي يكون في كلام تحفيزي بشكل كبير جدا، لكن محمد مهم جدا لمستر كولر في المحاضره الفنيه الاخيره اللي بتكون قبل الانطلاق الى المباراه في هذه المواجهات الحاسمه. الراجل بيتكلم بقلبه بشكل كبير، بيحفز اللعيبه بشكل كبير جدا، ويمكن كمان دور خالد الجوادي الحقيقه المترجم الخاص للنادي الاهلي ومستر كولر في توصيل المعلومه بلغه الجسد وبالايحاء وبالعنف اللغوي اللي بيتكلم فيه الكرة والتحميس بيكون امر مهم جدا يا محمد، وبتدي دفعه كبيره للاعيبي النادي الاهلي. لكن الامور ان شاء الله باذن الله بس تحركنا من فندق الاقامه حتى ملعب المباراه، عارفين ان في كثافه جماهيريه كبيره هتكون متواجده طبعا على طول الطريق، الامر ده بيكون مهم جدا. لكن يمكن التنسيق الامني بالنسبه للعميد علاء صلاح المنسق الامني كابتن خالد بيبو الحقيقه في الاجتماع الفني اتكلموا عن كل هذه الامور، يمكن كمان كان في تكليف خاص من الكابتن محمود الخطيب للدكتور محمد شوقي ان هو يكون متواجد في الاجتماع الفني، ده كان تكليف خاص ومهم جدا لان يمكن الكابتن كان عايز ينقل بعض الامور هتكون طبعا كانت عن الدكتور محمد شوقي. فان شاء الله باذن الله مع التحرك ومع انتهاء المحاضره ومن خلالك يا محمد ومن خلال شاشه قناه النادي الاهلي هننقل لحظه بلحظه تحركنا وصلنا الى الملعب، الاجواء الجماهيريه، كل الامور دي يا محمد ان شاء الله اكون معاك.